أهلا بكم في الموعد الاقتصادي لنهار اليوم. البداية بالتعاون، حيث اجتمع رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري كمال مولا بباريس برئيس منظمة أربابية العملية الفرنسي باتريك مارتان، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تجمع الجانبين منذ التوقيع على مذكرة التفاهم في ديسمبر 2023. وعلى هامش اللقاء تم الإعلان عن ميلاد مجلس الأعمال الجزائري الفرنسي. كشفت مذكرة ظرفية صادرة عن بنك الجزائر أن قيمة القروض الموجهة للاقتصاد الوطني بلغت 10,000 مليار و700 مليون و64 ألف دينار جزائري نهاية سبتمبر 2023، أي بارتفاع قدر ب 5.82%. وأوضحت ذات المذكرة أن قيمة القروض المخصصة للاقتصاد موزعة ما بين تلك الممنوحة من البنوك العمومية بأكثر من 9,000 مليار دينار جزائري، فيما تجاوزت القروض الممنوحة من البنوك الخاصة للاقتصاد الوطني 1,000 مليار دينار جزائري. مرافقة المستثمرين والمتعاملين سواء كانوا جزائريين أو أجانب في عملية التصدير هو ما أكد عليه وزير التجارة وترقية الصادرات طيب زيتوني لدى زيارة تفقدية قادته إلى ولاية عين دفلة، حيث أوضح أن الدولة الجزائرية ماضية في تسهيل إجراءات التصدير لكل المتعاملين بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي للسوق الجزائرية. ياسين نقاش. هم مستثمرون جزائريون وأجانب أطلقوا مشاريع استثمارية فوجدوا كل التسهيلات والامتيازات للنجاح وخلق الثروة وفرص العمل. لقيت كل الدعم والتسهيلات الممكنة من الدولة الجزائرية، لقيت كل التسهيلات اللي بتشجع على الاستثمار داخل الأراضي الجزائرية. بدأنا بصناعة الكواب الكهربية ذات الضغط المنخفض، ثم قمنا بإنشاء مصنع للمحولات الزيتية والمحولات الجافة. كل عام كنا نزيد نطوره في الإنتاج تاعنا ونزيدوا في الاستثمار تاعنا. لحقنا الإنتاج تاع 2023 3500 طن في العام، والأوبجيكتيف تاع 2024 إن شاء الله هو أكثر من 5000 طن إن شاء الله في هذا العام. بعد إشباع السوق المحلية، التصدير هو ما تعول عليه السلطات العمومية في الجزائر، وهذا من خلال تحسين مناخ الاستثمار. يجب أن ننتقل في سنة 2024 إلى حجم أكبر من الصادرات، ويكون مشروط لأن كل المادة الأولية نستوردها يجب أن فاتورة التصدير تغطي فاتورة الاستيراد، وهذا المبدأ اللي راح ننطلق فيه مع إخواننا المصنعين والمحولين والمصدرين. كنا نستورد ما قيمته 62 مليار دولار، اليوم رانا نستورد 40 مليار دولار، إذا فيه إنتاج وطني ب 22 مليار دولار، وفي نفس الوقت فيه تصدير نتاع 7 مليار دولار اللي راح ترتفع في السنوات القليلة القادمة إلى أكثر من ذلك. وزير التجارة وترقية الصادرات أكد على ضرورة مراعاة الجودة والنوعية في كل المنتجات سواء كانت موجهة إلى السوق الجزائرية أو نحو التصدير. في قطاع الطاقة، تفقد رئيس والمدير العام لمجمع سوناتراك أشغال إنجاز محطة تحلية مياه البحر بكودية الدرواش ببلدية بريحان ولاية الطرف. الأشغال تجاوزت نسبة 47%، ومن المتوقع أن تدخل المحطة حيز الخدمة نهاية السنة الجارية. المشروع سينتقل في المرحلة القادمة وهي المرحلة الحاسمة، وهي مرحلة التركيب الميكانيكي. نرجو إن شاء الله أننا نستلم المعدات في أجلها وأن تركب بطريقة سليمة في أجلها، حتى يتسنى لنا أن نقوم بتشغيل هذه المحطة في الأجل المبرمجة. أكد المدير العام للجمارك اللواء عبد الحفيظ بخوش من مستغانم على ضرورة تكيف الجهاز مع التحول الاقتصادي الذي تشهده البلاد، لا سيما ما يتعلق بتعزيز دعم الصادرات خارج المحروقات مع تقديم التسهيلات الجمركية اللازمة للمؤسسات الاقتصادية. التغطية لمختار مذكور. بميناء مستغانم التجاري، حيث حركة البضائع بلغت مستويات قياسية خلال السنوات الأخيرة،
نشاط استلزم ضبط نظام معلوماتي يسهل الإجراءات الجمركية للمؤسسات والمتعاملين الاقتصاديين. الحجم المبادرات تاع البدايه بالنسبه للسنه هذه تاع 2023 اللي فاتت مقارنه بالسنه 2022 كان هناك تطور كبير، حيث ان الاخر فاتت اكثر من 11% في المبادرات تاع السنويه كاع. واستجابة للديناميكية الاقتصادية التي تشهدها الجزائر، يتطلع جهاز الجمارك إلى تحيين معارف المنتسبين وبشكل مستمر. يتعين عليكم جميعا العمل على تسهيل الاستفادة من مختلف التسهيلات الجمركية الممنوحة لفائدة المؤسسات الاقتصادية، لا سيما المنتجة الرامية إلى تقليص أجل المعالجة الجمركية وخفض التكاليف، بضرورة توفير الدعم اللازم للجمركي في إطار أداء مهامه، كما أنني حريص على تشييد المشاريع الرامية إلى تحديث القطاع. هي مجهودات تبذل في سياق تحديث المنظومة الجمركية لتحقيق أحسن نتائج ميدانيا. والآن نستعرض معكم أسعار بعض المنتجات الفلاحية التي سجلت اليوم. والآن نستعرض معكم أسعار أسهم الشركات المدرجة في بورصة الجزائر لتداولات اليوم. إلى أسواق النفط في العالم، حيث سجلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا بنسبة 0.14% لتصل إلى 78 دولارا و07 سنتات للبرميل. كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب 0.10% إلى 72 دولارا و88 سنتا للبرميل. أسعار المعدن الأصفر شهد ارتفاعا خلال المعاملات الفورية بنحو 0.1% ليصل إلى 2025 دولارا للأوقية، فيما استقرت العقود الآجلة للذهب عند مستوى 2042 دولارا للأوقية. ختام الاقتصاد بصرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري. والنشرة، شكرا على المتابعة، في أمان الله. شكرا لك حفصة. وفي تتمة نشرتنا